وقت أيام داعش كنت يعني عمري ما يطلع 7 سنين هيجت وقت أيام داعش، يعني شفنا الظلم داعش إيش قام يعذب الناس، إيش كان يسوي فيهم، يعني وقت يعذب شخص يعني قدام ما يسوي يقطع رأسه وهاي إلا قدام كل الناس، من الطفل الصغير للكبير، حتى الولد الصغار يخليهم إلا يشوفون، يعني كان يعني مرعب العالم نوب تعيشوا على هذا الأساس. أنا كم مرة شفت إنه إيش شلون يرجمون المرأة إذا سوي شيء غلط شيء عادي، وهاي إذا مو لابسة برقع ومو لابسة عباية يرجمونها، الأطفال الصغار يلمون حجر وهاي يرجمونها قدام كل العالم. إيه لحد الآن أتذكر الأيام، ومن ضمن هذيك الأيام أنا لحد الآن قاومت وقفت على جريني مشان هذيك الأيام وصرت هالمرحلة هذه. النساء كانوا عندهم بنوم عبيدات، يعني يلبسونهم أسود لازم ما يبين شيء منهم، إذا بين شيء يأخذونهم يجلدونهم يعذبونهم، يعني يخلون النساء عندهم يعني يصعدهم رعب رعب من هذا الشيء. أهلك؟ أهلي كمان نفس هذا الشيء، بس بعد ما جينا لجاي وتحررنا من هذا الشيء تخطينا المرحلة هاي. يعني أحيانا ما يلبسون نفس ما يريدون، هم يأخذونهم يعني يجلدونهم، ما يلبس هذا الشيء يجلدونه، يلقون مرة يعجبونها بس يصلون عليها وهاي صارت مرتهم، بعدين يحطوها بالحسبة يضلون يدورون بالحارات يشوفون مرة شيء يأخذونها زاد يجلدونها. يشن كنت أقول إنه ليش إنه هيك هلا هي جتنا خلتنا شيء عبيدين، صرنا نخاف نطلع برا، نخاف على حالنا، نخاف على أمهاتنا، نخسرهم أبهاتنا، ليش هيك وصلنا للمرحلة هاي؟ بعدها ظلينا يعني بالمنطقة اللي بها داعش ما كنا نعرف إنه بمناطق غير، كنا بس نعرف إنه هاي منطقتنا. بعد ما جو رفاق حررونا شيء جينا لجاي تعرفنا إنه بمناطق بحزب بشيء وتحررنا من هذا الشيء. أني يعني إيش شلون في تعال القوات اللي بشان شنو؟ بشان إنه أدافع عن حالي وأدافع عن كل مرأة يعني فاتت بشي هذا وتعذبت بشي هذا وخلي المرأة توقف على جرينها. من هالشيء شفته بصغري، يعني شفت شيء عذاب ما يشاف، يعني شفت النساء شلون يتعذبون، الأمهات على أطفالهم، يعني أمهات يشوفون أطفالهم يموتون قدامهم ما يقدروا يحكون شيء. أنا حلمي بس إنه نكون النساء كلياتن إيد واحدة منتصرات ومتحررات ذهنياتن، وكون مرأة قوية وناجحة. كإحنا يبجى قوات كوماندوزات رحنا على الحملة مشان يعني نفتش القرية مشان نلقى أسلحة، نلقى دليل شيء يعني يخص دواعش وشيء يضر المنطقة اللي بيها يعني نطلع من الشيء هذا. صح إنه دواعش منتهي بدير الزور باغوس، بس لحد الآن وهذا الوقت إنه بيه خلايا نايمة لهالشيء هذا. هدفنا من هاي الحملة إنه نخفف الخطورة على النساء والأطفال، ونحافظ على المنطقة اللي هم ساكنين فيها. أتمنى من النساء إنه تساعد مع قوات العسكرية تا نقدر نتخلص من الإرهاب. Thank you.